والله ده شيء ما تم عندهم شيء. هلا ما في بيوت ما في بيدهم، قاعدين بالخيم هن. ايه ونحن عم نستنى بس لا تخرج المدنيه لا يعني نخلصها كلها ان شاء الله. نحن محبتنا هون بالدير ما تم عندنا غير باهوس، الضيعه قدامنا باهوس، والحمد لله رب العالمين يعني انتهى كل شيء، والمدنيه عم يطلعوا لعنا وعم نستقبلهم احسن استقبال، وحتى الدواعش عم يطلعوا يسلموا حالهم لنا يعني يلا بالوقت الحالي الحمد لله رب العالمين. تقريبا امبارح طلعنا بحدود، من امبارح لليوم الصبح طلعوا بحدود ل 400 مدني، بس قبل بثلاث اربع خمس ايام كنا يطلع لنا بحدود ال 500 1000 2000 مدني يطلعوا.